السلام عليكم. مناورات أمريكية إسرائيلية تحاكي استهداف مواقع نووية إيرانية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. وسط ارتفاع مستوى التوتر بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط، تجرى في المنطقة واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث ستشمل رحلات طويلة المدى مثل التي قد يحتاجها طيران الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى إيران. وتعتبر القوات الجوية الإسرائيلية هذه المناورات أحد أكبر تدريباتها منذ سنوات، حيث تحاكي مع سلاح الجو الأمريكي ضربات هجومية ضد البرنامج النووي الإيراني. وستجرى المناورات من الثلاثاء وحتى الخميس فوق البحر الأبيض المتوسط وإسرائيل، وستشمل تدريبات تزويد الطائرات بالوقود بما في ذلك الطائرات المقاتلة من كلا القوتين. ووقعت واشنطن والاحتلال الإسرائيلي اتفاقية من شأنها أن تلتزم واشنطن بمساعدة إسرائيل في الدفاع عنها في أوقات الحرب. وقد أجرى الجيشان العديد من المناورات الدفاعية الجوية المشتركة في السنوات الأخيرة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بالنووي من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.